هاي انا جوي من الجيم بوكس واليوم كارين رح تكون عم تساعدنا نفهم اكثر عن الكيتو دايت ويلا نشاط. كارين بليز فيك تفسري لنا شو هو الكيتو دايت؟ كيتو دايت اللي هو كيتوجينيك دايت معروف بالكيتو دايت هو نظام هاي فات يعني الدهن فيه كتير البروتين ميديوم والكارب قليل يعني رح نكون عم ناكل جبنة عم ناكل لحمة دجاج افوكا زبدة وما رح نكون عم ناكل الكربوهيدرات ما رح نكون عم ناكل رز ومعكروني وبطاطا مش هنكون عم ناكل الحبوب كمان لانه فيهم نشويات مش هنكون عم ناخد سكر الفواكه ما بناكلها بالكيتو دايت كمان مش هنكون عم نشرب جوس ما عم ناكل تشيبس اوكي سو اللي بيصير انه نحن من بعد تقريبا شي 3 4 ايام من ما نكون عم ناكل اقل من 50 جرام كاربس بالنهار جسمنا بيكون ما عنده سكر كرمال يستعمله للطاقة بيصير يستعمل من مخزون الدهن والبروتين يلي بالجسم وقتها الدهن بجسمنا يكون عم بيتكسر بيعمل شيء اسمه كيتون بوديز من هون اجت يعني التعريفة تبع كيتو دايت من وراء الكيتون بوديز يلي جسمنا عم بيعملهم ليستعملهم للطاقة بدل السكر. كريم الكيتو دايت بيساعدنا انه نضعف؟ اول شيء رح خبرك الكيتو دايت بلا شو بلش بلش بما انه هو لو كارب دايت اول شيء نعمل كرمال الاولاد يلي بيعانوا من نوبات يعني اللي عندهم ابيلابسي وكمان تبين انه بيساعد للعالم يلي عندهم كانسر لانه رح تكون نسبه الانسولين واطيه بالجسم رح يساعد يلي عندهم مشاكل بالدماغ اوكي لانه الكيتون بوديز رح يكونوا عم يحموا خلايا الدماغ عم بيساعد بطريقه انه اذا عندنا مشاكل بالقلب نحن رح نكون بالهاي فات يعني عم نستفيد منه بطريقه ناكل الفات المنيح يعني عم ناكل مش عم ناكل زبده وسمنه هيك عم ناكل الدهن مثل زيت الزيتون الجوز واللوز المنيح عم نساعد انه نخفف مشاكل القلب عم بيساعد كمان مثلا للعالم يلي عندهم اكني للنسوان يلي عندهم مشاكل اللي عندهم PCOS يعني أكياس على المبيض اوكي ففي كتير ستاديز انعمل اكيد في ستاديز لازم تنعمل اكتر بس في ستاديز انعملوا بينوا انه بيساعدوا بهول الامراض وفينا كمان نكون عم نعكسها يعني اذا انت يعني عم تاخذ هاي فات وعم عم تاخذ مصادر الدهنيه منا منيحه اوكي سو انت عم تعرض قلبك للخطر اكثر هلا الكيتو دايت اذا حدا قاعد ورا مكتب ما عم بيعمل شيء ما عنده انرجي يصرفها معقول تزبط معه الكيتو دايت ما رح تضايقه مش كثير رح يدوخ او يحس ما عنده انرجي بس اذا حدا عم بيعمل سبور حدا اتليت منه كثير رح تقدر تساعده لانه عايز انرجي كرمال يقدر يتمرن ويقدر يحرق هلا انسان العادي اللي عم بيعمل الدايت حسب الخبره حسب يعني البيشنتس اللي عم بيقطعوا معي والستاديز اللي عملوا عم تبين انه اول شهرين ثلاثه تقريبا عم بتساعدهم ليضعفوا وبعدين ما بقى كثير عم بتساعدهم لانه دجا جسمهم عم بيتعود على هذا النظام واذا مش عم بيعرفوا ينقوا المصادر يعني الفود جروبس مزبوط فبس عم بيضعفوا لشي شهرين ثلاثه وتقدر تساعد اذا حدا عم بيعمل دايت عادي وعمل بلاتو لفتره يعني وقف وزنه ينزل عم بيعمل الكيتو دايت مثلا فور 2 ويكس عم بتساعده يعمل شوي صح يعمل شوي شك لجسمه لا يقدر يكفي بالنسبه للعالم يلي عم بيعملوا سبور عم بتساعد اوقات العالم يلي عم بيعملوا لو تو مودريت اكسرسايز اوكي بس يلي هاي انتنسيتي اكسرسايز لا كيف بالنهاية كله بيرجع كمان للواحد كيف بيرتاح وأكيد كله بده بعد ستادز أكتر ينعملوا لنتأكد من هول المواضيع. بالنسبة للإندورنس أتليتس الماراثون رانرز والسايكلست بيفيدهم الكيتو دايت؟ في دراسات بينت إنه يلي عم يعملوا مثلا مثل السايكلست أو عم بيركضوا ماراثون أو يلي بيركضوا مسافات كتير طويلة عم بتساعدهم ليعملوا بوست للبرفورمنس تبعهم اوكي سو الكيتو دايت عم بيساعدهم بس وقت يكونوا عم بيعملوا هاي انتنسيتي مثل ما قلنا او الشورت دوريشن رانرز
بينت الدراسات انه عم بتوطي لهم البرفورمانس تبعهم والكيتو دايت ما بيكون مناسب لهم. كريم، هلا بالنسبه للكيتو دايت في كثير تضارب بالافكار، فيك تفسري لنا نتفه صغيره عن السايد افكتس تبع هيدا الريجيم؟ الكيتو دايت عنده كثير سايد افكتس. اول شيء فيه اللي بنسميه كيتو فلو، اوكي، اللي هن عوارض الكيتو دايت مثل الوجع الراس، التعب، في عندنا ريحه النفس من وراء الكيتون بوديز، بصير في عندهم مثل ريحه اسيتون. في عنا كمان مثل ما كنا عم نقول، اذا ما كنا عم ناخد المصادر الدهن من يعني اشياء منيحه، اذا كنا عم ناخد زبده سمنه ما عم ناكل اشياء بتفيد، رح كمان نكون عم ناثر على صحه القلب، يعني نكون عم نعرض حالنا لامراض قلب، رح نكون عم نعاني من هبوط بسكر الدم، يعني ما رح حدا يوجد معه السكري، رح نكون عم نعاني من كونستيباسيون، من امساك، لانه رح يكون نظامنا قليل الالياف. اوكي. هول هنا مينلي اللي عم اكثر شيء عم بيعانوا منه الاشخاص اللي عم يعملوا كيتو دايت من وراء كميه الكربوهيدرات اللي واطي. نصيحتي لكم انه تاكلوا كل شيء باعتدال، واذا كنا بدنا نعمل كيتو دايت عزناه لسبب من الاسباب، نكون على القليل عم ناخذ الدهن من المصادر الصحيه، يعني مثل ما ذكرنا قبل من الافوكا، من الجوز، من اللوز، من زيت الزيتون، ما نكون عم ناخذها من مصادر منا منيحه، والبروتين كمان لانه رح يكون عندنا تقريبا عم ناخذ بروتين ميديوم، ناخذهم من مصادر ما فيها كثير دهن، وكمان من الكاربس يلي قليل رح نكون عم ناخذهم، كمان يكونوا اشياء غنيه بالالياف كمان لما نعاني من الكونستيباسيون، يعني مين يكونوا اشياء مثل قمح الكامله مثلا مثل الخبز الاسمر. بيرفكت، ثانك يو كريم. إذا حبيتوا موضوع الكيتو وعبالكم تسألونا أي سؤال تاني، فيكم تشاركونا رأيكم بخانة التعليقات، وسبسكرايب، لايك، اند شير. يلا نشاط.